مقترحات تو باش تشوفوا لهنا معناتها ما نجمش نعطيهم لكم انا الزوز اللي ذكرتهم انت كنت عاودهم الزوز اللي ذكرتهم انا ذكرتهم في الحوار الوطني اللي هو اعاده فتح باب الترشحات من جديد معناتها اللجنه الخاصه بالمجلس الوطني التاسيسي معناتها تستأنف اعمالها اول شيء اللي هو مش بالعمل الهين تعرفوا اللي فما منسحبين تعرفوا السيد الشهيد البرهمي الله يرحمه معناتها لازم يقع تعويضه على اي اليه باش يقع تعويضه الى اخره ويبداوا يحلوا فتح باب الترشحات سكرنا هكاك كل من ما يمكن صدوره من المحكمة الإدارية ما عادش عندنا إشكال لكن لازمهم يخدموا بطبيعة بآليات قانونية واحترام للنصوص القانونية إلى آخره ونحن لهنا باش نكونوا موجودين باش نراقبوا العملية هذه وإذا كان نحبوا نربحوا الوقت خاطر البلاد في أزمة اقتصادية اجتماعية إلى آخره ونحبوا الانتخابات تصير في أفريل ولا في مايو المقبل عندنا مؤسسة قائمة الذات نحييوها باش تشرف معناتها باش ترجع المؤسسة هذه واقفة خاطر هي تعبت وبريسك اتقتلت تقف شوية على ساقيها وتحين سجل الناخبين اللي هي عملية تقنية معقدة نوعا ما وتفتح باب التسجيل الإرادي للناخبين اللي هي عملية معقدة أكثر لكن تقنية ما فيها حتى أي خلفيات إلى آخره في العمليتين هذوما ياخذوا أقل شيء 4-5 شهور الأربع خمسة شهور هذوكم هما في المجلس الوطني التأسيسي ديجا سيء وصلوا باش يبعثوا الهيئة المقبلة وتصير معناتها الاستلام المهام باساسيون توا مازلنا نفركسوا في حلول ربما الحل اللي باش يتفق عليه الجميع هو من غير ما نفتحوا باب الترشحات من جديد أن نعيد النظر في الفرز بالنسبة لهيئة الجندوبي للمهام التقنية في انتظار تأسيس هيئة جديدة هيئة الجندوبي بينت بالحجة القاطعة للجميع أنها قامت بمهمتها بصفة مرضية كما تقال اليوم في الصباح في الندوة هذه واللي لأول مرة في تاريخ تونس يعني شهدنا أن هنالك انتخابات مطابقة للمعايير الدولية في الشفافية والنزاهة بتاع الانتخابات بقى اليوم فما مشاكل قانونية ربما تحول دون الحل هذا بتاع الرجوع للهيئة بتاع الهيئة المستقلة للانتخابات القديمة ولكن راهو الحل هذا ماهوش مرفوض تماما ربما ندرسوه وربما يكون هو الحل مازلنا ما نعرف الحل الأمثل هو الحل القانوني هو الحل القانوني يعني أن نرجع إلى النص ونعدل النص النص كما هو موجود توا مش يقعد باليوم ولكن مش يقعد بعد الانتخابات الجاية بعد 5 أو 6 سنين نعاود نتيحوا في نفس يعني المنزلقات والمأزق الحالي لابد من تنقيح النص وجعل اختيار الأعضاء بعيد عن المحاصرة الحزبية ونسكر الباب أمام كل إمكانية لأن تبقى التجاذبات السياسية في اختيار أعضاء هيئة المفترض فيهم أن يكونوا مستقلين. أنت مع تعاون هيئة كمال الجندوبي الهيئة بتاع العليا المستقلة للانتخابات الأولى اللي كان يترأسها سي كمال الجندوبي العودة لها اليوم أمر لا يمكن أمر لا يمكن قبوله في ظل النصوص القانونية الحالية أستاذ عمر الصحراوي منسق مجموعة 25 ورئيس التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية في انتظار ما سيصدر على الندوة من توصيات ومقترحات أنا عندي رسالة فقط نحب نبلغها للسياسيين ارفعوا أيديكم على مسألة تتطلب تدخل رجال الاختصاص خليوا الخبراء يخدموا ثقوا في الخبراء عندنا ما شاء الله في تونس كم هائل من الخبراء وهكا تشوفوا نوعية المداخلات بحيث هذه ميدان تطلب ميادين تطلب اختصاص سواء من الدستور سواء قانون الانتخابات سواء قانون العدالة الانتقالية فارفعوا أيديكم كسياسيون واستأنسوا بآراء الخبراء.